ننتقل بقى الخبر يمكن اسعد ناس كتيره، مش هقول اسعد ناس كده، اسعد الملايين طبعا. تيجي تتكلم عن محمد صلاح، يعني امبارح توج بجائزه افضل لاعب في مباراه ليفربول. طبعا بحسب هنا اختيارات الجماهير اللي تخطت كام بقى، 25,000 مشارك، بعد طبعا فوز الفريق امبارح كان ماتش رائع جدا 3-1، وهو كمان اللي صنع الثلاث اهداف. طبعا من اللي تابع من حضراتكم المباراه، محمد صلاح حصل هنا على نسبه اصوات بلغت بلغه الارقام 76.4% من المشاركين في استفتاء افضل لاعب في المباراه، وتفوق بفارق كبير جدا من اقرب منافس ليه بحصوله على 15.1% تحديدا من اصوات المشجعين. طيب كونكلوجن، خلينا نقول محمد صلاح، او يعني خلينا نقول كده في العموم، محمد صلاح اصبح اكثر لاعب افريقي يعني صناع عليه الاهداف في تاريخ البريميوم ليج، حاجه مشرفه بجد. بتتكلم ب 64 اسيست متخطيا رياض محرز كمان يا كريم، يعني لاعب مانشستر سيتي اللي كان رقمه تحديدا 61، فحاجه جديده، حاجه مشرفه اخرى متوقعه من محمد صلاح. ولسه يعني دي برضو ايه، يعني زي ما بيتقال كده، مش النهايه ابدا، لا دي البدايه، وبدايه اكثر من رائعه. وكل فتره بنسمع خبر حلو عن محمد صلاح، ده اللي احنا نعرفه. لاعب ذكي جدا، لاعب بيشتغل على نفسه بشكل كبير جدا، لاعب عارف خطواته القادمه، محدد هدفه، زي ما بتقال ما بيتاثرش يعني عقود مختلفه. وطبعا تابعنا الملف ده في الاسابيع الماضيه، فكل التوفيق لمحمد صلاح، وحابين دايما نسمع عنه يوم عن يوم واسبوع عن اسبوع خبر جديد اكيد، وانجاز كمان جديد. الحقيقة محمد صلاح يعني بيحطم الأرقام القياسية، التزامه كبير جدا، عشان كده ربنا بيكافئه. ويمكن كمان بعد هاتريك وأسيست ويلفرهامبتون، صلاح خلاص بقى أصبح مشارك بشكل مباشر في 203 أهداف، 139 هدف، 64 تمريرة حاسمة في 223 مباراة مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز. ويمكن برغم أن محمد صلاح ما سجلش أهداف في آخر خمس مباريات في بطولة الدوري الإنجليزي خارج الأنفيلد، إلا أنه صنع سبع أهداف في آخر خمس مباريات خارج الأنفيلد. الحقيقة محمد صلاح يعني زي ما قلنا مستمر في تحقيق الأرقام، بيأدي أداء مميز جدا، عنده التزام، فإن شاء الله بإذن الله مزيد من التألق والنجاح صلاح.